هل يقال إن دفع الجزية السبب منها مقابل حماية المسلمين للكفار؟ الله جل وعلا يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هي الصغار والذلة لهم، إذا بذلوها صاغرين عقنت دماؤهم، هو القصد منها في مقابل حمايتهم. نعم، القصد ذلتهم وصغارهم وعزة الإسلام ورفعته عليهم. نعم، لا يمكن نقول كل كافر نأخذ منه دراهم ونقول تبقى على ما أنت عليه ونحميك، هذا ما يصلح. نعم.